السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الكرام، ما زلنا مع ختام الكلام على مباحث الألفاظ، وهي من أهمية بمكان، كما قلنا هذه عمدة أبواب الأصول في المباحث اللغوية، مباحث الألفاظ وهي من الأهمية بمكان عامة. طيب، احنا تكلمنا عن العام وإذا تعارض عموما، وقلت لكم فكروا في المثل الذي ضربناه قبل ذلك، وهو عام من وجه، خاص من وجه. كمثلا قلنا بالمنع من الصلاة وقت العصر، بعد العصر وبعد الفجر، عندما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صحيح؟ وطبعا احنا عندنا الشافعي نظر فوجد ان هناك ادله من الادله تجوز الصلاه بعد العصر والصلاة بعد الفجر، صحيح؟ لان المسلم بعد ما انتهى من الفجر وجد رجل يصلي، فتعجب المسلم ثم قال له: آل الفجر مرتين؟ صلي الفجر مرتين؟ قال: لا يا رسول الله. هذا حديث فيه كلام مختلف في اسناده لكن يحتج به. قال: لا، انما هي سنه الفجر. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا حديث العام: يا بني عبد مناف، لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت شاء، أي وقت شاء، نزل فيها وقت العشاء ووقت العصر ووقت الفجر، صحيح؟ وأيضا قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة العصر بعد العصر، الظهر بعد العصر. فلذلك الشافعي قال: نعم، نحن نقول بالنهي لكننا نحمل العموم هذا على خصوص هذا اللي هو صلاة السبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا نقول بأن العموم عندنا عموم المسألة عامة في الوقت، عام في الوقت، خاص في الصلاة اللي هو حديث إذا دخل أحدكم، عام في الوقت أي وقت، خاص في الصلاة اللي هي تحت المسجد. أما الثاني فعام في الصلاة خاص في الوقت، لا يصلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة، يبقى عام في الصلاة خاص في الوقت بعد فجر وبعد العصر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا أي فجأة الآن يقول باشتراط إذا دخلت المسجد. إذا دخلت المسجد متى؟ العصر ولا الفجر ولا أي وقت؟ يبقى هذا عام في الوقت. أي وقت دخلت المسجد ما فيها خاص في الصلاة، صلي ركعتين. يبقى هذا عام في الوقت خاص بالصلاة. هو عشان يتصور، أنت متصور معه، ماشي. الآن انتقل للحديث الثاني: نهى عن صلاة، نهى عن صلاة، نهى عن صلاة، نهى عن صلاة لا تصلي، ما في خاص، صلاة نكرة في سياق النفي تفيد، يبقى هذا عام في ايش؟ اي صلاة. نهى عن صلاة بعد العصر خاص في الوقت، ممتاز، فهم؟ الحمد لله والشكر لله، تصور صحيح. لا، فأيهما على أيهما نحمل؟ على أيهما نحمل هذا النظر في هذا؟ هذه المسألة التي ننظر فيها. اتفهم الكلام؟ نعم. طيب، كيف وصلتم أنتم إلى ما وصلتم؟ الجمهور طبعا قالوا: لا، نحمل عموم النهي عموم الوقت على خصوص الصلاة. وبعضهم عكس. الشافعية قالوا الصحيح الراجح بذلك أن مسألة خصوص الصلاة في المسجد هي التي تخصص عموم أنا صلاة في الحديث الثاني. قالوا: لما؟ قالوا: لأن هذا العام قد خصص وضعفت دلالته. العام اللي هو العام في النهي عن الصلاة خصص وضعفت دلالته، كيف؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟
صلى بعد العصر مع انه نهى عن صلاه بعد العصر، ورد ولا ما ورد؟ ولما سئل ماذا قال؟ ان هذه قضاء، قضاء لصلاه الظهر. وقال يا بني عبد مناف لا يمنعن احد احدا طاف بهذا البيت او صلى اي وقت. يبقى الحمل على هذا صحيح. يبقى اذا تعارض عموما عام الواجب وخاص الواجب تنظر ايهما الادله الاقوى، لاننا قلنا في تعارض، اذا تعارض عموما واردنا الترجيح فالترجيح النبي الذي خص ضعف الدلالات عن الذي لم يخص. تكلمنا من ذلك. طيب اليوم ان شاء الله نختم الكلام على التخصيص. تخصيص العام هذه ايضا من الابواب المهمه جدا. لما؟ لان هناك طبعا هناك خلاف عريض لن ندخل فيه، انا نريد ان ننتهي من الكتاب وكتاب التمهيد الواضح في هذا الباب. نقول التخصيص العلماء يعني في خلاف بين العلماء، او التخصيص هو نسخ ام لا؟ الحنفيه يرون انه نسخ، وصحيح انه ليس نسخا ولا مش احب للصراحه كده. ممكن لو نظرنا على الحق ان التخصيص يعتبر نسخ جزئي ان تكلمنا باللفظ الذي يمكن ان يطابق، مفهوم؟ فاذا مساله الاختلاف في مساله التخصيص هي مساله مهمه جدا عند العلماء، لان بها معيار ترجيح المسائل، بها معيار ترجيح المسائل، مفهوم الكلام؟ يبقى اذا المساله هنا عندنا مساله التخصيص. التخصيص طبعا هيكون حده ومعرفته وتعريفه، وبعد ذلك التخصيص وانواعه، وبعد ذلك المسائل التي تترتب على التخصيص. اليوم ان شاء الله نحاول ننتهي منها نظرا، وتكون الامثله بعد ذلك في الدرس القادم، حتى ننتهي من المطلق والمقيد. وننتهي من المطلق والمقيد يبقى لنا المجمل والمبين والظاهر والمؤول، وهذا ان شاء الله يكون انا شرحه قبل ذلك صراحه، فالاخوه تسمعه افضل على اساس ان يكون ختام المباحث اللغويه هي مسألة العام المطلق والمقيد، ونكون قد انتهينا من أبواب الأصول في الأدلة المختلف فيها والبحث اللغوية. إن أردتم أن نرجع مراجعة لكم في الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والكلام على مسألة الإجماع والقياس فعلنا ذلك، والحق أن باب الاجتهاد باب القياس. قياس هذا معضلة كبيرة، لأن القياس هو الذي يبين المجتهد من غيره، كما قال العلماء ابن جويري يقول بذلك، يعني القياس هو الباب الذي يثبت رجاحة العقل في الترجيح، وأيضا في الاستنباط، وأيضا في الإلحاق. حتى النوازل أقوى ما فيها بيكون بالقياس، مع النظر طبعا إذا كان حافظا للأثر فهذا يكون تكامل علمه، تكامل أركان العلم تكامل عنده. إن كان رجل حافظا للسنة وعنده رجاحة عقل وانقداح ذهني في مسألة القياس، هذا المجتهد بحق. يعني إذا كان كما تشمل. طيب التخصيص، التخصيص الحق بأنه قصر العام على بعض أفراده. العام الذين قال لهم الناس عام في كل الناس، صحيح؟ قصر العام على بعض أفراده، يعني العام هذا عام شمولي، عام يشمل المعنى عشان تفهمه. ائتني بمثل عام كده عبد الفتاح. سهل جدا، انظر كده في الـ في الـ في الـ في القاع وممكن تاتي بالعام. انس انا امتلك ولا شيء، تفضل. ها آه. ولله على الناس ممتاز، فين اين العام؟ الناس، يا سلام ممتاز. اضرب مثل هنا. ابو بكر اريد مثلا حيا واقعا فيما نحن فيه على العموم. انا بعيد يعني. انت مركز، ركز في الناحيه الاخرى تكسب تربح. يتكلم الاستاذ مع طلاب العلم. وين هو؟ اين العام؟ طلاب العلم. يا سلام، ما هذا انس؟ الحق ان نقول نعم، قل اكرم الطلبه. الطلبه عام هو الان ولا مش عام؟ عام، الطلبه عام، صحيح ولا لا؟ هو نقول اكرم الطلبه، يبقى اذا الطلبه كل الطلبه عام. الفنون الاستغراقيه فكل الطلبه دخلوا فيها. لما اقول التخصيص، التخصيص قصر العام على بعض افرادي، فاقول اكرم احمد، سامي، محمد. قصرت ولا ما قصرت؟ هذا اسمه التخصيص. أأتي للعموم وأقصره على بعض أفراده، هذا هو التخصيص، قصروا العام على بعض أفراده. نعم.
وهذا التخصيص كما قال العلماء يعني يقولون قصر العام على بعض أفراده قبل العمل به، يعني قبل العمل بالعام، قبل العمل به قيد يخرج به الصرف عن الشمول بعد العمل به، لأنهم قالوا الصرف بعد العمل به يصير نسخا، يعني لو عمل به ثم بعد ذلك خصص هذا نسخ، لكن قبل أن يعمل به لا يكون نسخ. هذا هذه الفارق الشعر الفارقة بين التخصيص وبين وبين النسخ هنا، مع أن كما قلت الثمرة واحد، الثمرة واحدة هو إلغاء بعض هذه الأفراد، الحكم لا يتعلق. ممكن تعيد الفرق بين النسخ وال أن التخصيص هو إلغاء بعض قصر العام على بعض أفراده قبل العمل به. لو عملوا به وبعد ذلك خصص هذا نسخ. قل اسأل لم تفهم ضاع العلم بين مستحيل ومستكبر. قل ما شئت. قلتم التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده قبل العمل بالعام. قبل العمل بالعام هذا التخصيص، أما النسخ بعد العمل بالعام. نعم صحيح، هو قال رفع جزء من الحكم هو رفع حكم. ها صحيح ولا لا؟ طيب يعني هو يقولون مثلا لو ضربنا مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. نعم صحيح؟ حرمت عليكم الميتة عام في كل ميتة سواء الشجر أو الثمر أو الزرع كله حرم. ايش انت؟ انا اريد افهم انت الثمره تموت؟ لا شوف قالوا لا كم مره ذبحت ثمره لتاكلها؟ ما ذبح هو الذي يذبح الثمره. اذا اقول حرمت عليكم الميته خصص بقوله وسلم الحل ميتة. تخصيص ولا مش تخصيص؟ ها طبعا سياتي الحل ميتة هذا تخصيص ولا. فاذا قلنا انهم عملوا به قال حرمت عليكم الميتة فحرموا الميتة كلها كليتا وعملوا به ثم جاء التخصيص حل ميتة هذا نسخ لانه رفع حكم سابق. لكن الحق انه ايه عمل به قبل خصص قبل العمل به فظهر تخصيصا. مفهوم؟ ممتاز. إذا هذا التخصيص، التخصيص قصر العام على بعض أفراد، ماذا يفيد؟ الثمرة، الثمرة يفيد أنك لا تعمم الحكم، لا تعمم الحكم، وأنك بذلك إذا قلت مثلا أحل قال الله تعالى وأحل الله البيع حرم الربا، الربا كله حرام، صحيح؟ لو جاء في استثناء أو شيء من الربا جوزه الشرع لحالة لا لو قلت بالعموم حرمت ما أحله الله تعالى. صحيح ولا لا؟ ولو قلت بالخصوص والغايه العام احللت ما حرم الله لنا فعلا. فانت تدور مع الشرع حيث هذا الذي يفيدك. مفهوم الكلام؟ يبقى اذا انواع التخصيص وهذا مهم جدا. التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل. انواع التخصيص، التخصيص بالمتصل والتخصيص بالمنفصل. والتخصيص بالمتصل هو الاصل. الأصل التخصيص بالمتصل. المخصص المتصل كما قلنا تعريفه ما هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة المعنى بل لابد أن يكون مرتبطا بغيره مقارنا. هذا هو المتصل، التخصيص بالمتصل. ما لا يستقل بنفسه. نعم في إفادة المعنى الكامل لابد أن يقترب إفادة المعنى، المعنى الكلي في الجملة يكون لا يكون إلا بهذا المقارن. له أنواع كثيرة منها الاستثناء، فالاستثناء مخصص متصل. الاستثناء متصل، ما هي أدوات الاستثناء؟ ماذا قال لك الجزائري المبتسم؟ مغلق قتل يعني. إلا فقط إلا وخلها وسوى وغير. طيب
أشهرها إلا، أشهرها إلا. قال الله جل وعلا عن الذين يعني يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء، ماذا قال عنهم الله تعالى؟ أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا. هذا تخصيصه الآن. يبقى كل من رمى محصنا بغير وجود أربعة شهود فهو فاسق عند الله تعالى، فهو فاسق. إذا رمى دون أن يأتي بأربعة شهود فهو فاسق، إلا أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي فهو فاسق إلا الذين تابوا، فإن تاب فقد سقط فسقه. ولذلك العلماء يقولون في مسألة الشهادة لا تقبل شهادة أن الله قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا. فلما جلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا بكر قال له تب أقبل شهادتك، وهذا من الفوارق بين الشهادة وبين الرواية، لأن إجماع الصحابة على قبول رواية من؟ أبي بكر. والدلالة على ذلك حديث في حديث عائشة، فقال كيف وقد قال سلم لا لم يفلح قوم ولو امرهم امرأة، وهذا اخذوه من ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، مفهوم الكلام. فاذا قال الا الذين تابوا، فبعدما جلده عمر قال طب اقبل شهادتك، قال والله لا ارجع عن قوم. وتعلمون ان اركان الشهاده تكاملت الا في قول واحد بوصف واحد فقط، الرابع هو الذي قال نفس الكلام المطابق ولم يصف الوصف الدقيق، لذلك جلده عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي ستر على صاحب من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على المنه والنعمه. الاستثناء، فالاستثناء الا الذين تابوا. من ذلك ايضا قال الله تعالى لا تخرجوهن مطلقات اذا طلقتم النساء، وهذه عله لما لا تخرجوهن لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، حسم او حزم في المساله الا اذا الاستثناء الان، هذا تخصيص. لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، كسب الاحماء، كتعدي، كفعل الفاحشه، هنا تخرج. ولا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه. يبقى اذا الذي طلق امراته طلاقا رجعيا واخرجها من البيت فهو ظالم. نعم ظالم، يعني بهذا يعني ياثم، ياثم بذلك انه وقع في النهي. ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه. من ذلك ايضا قول الله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خسر، والعصر ان الانسان لفي خسر. هذا الاسلوب، اي اسلوب هذا؟ والعصر ان الانسان لفي خسر، اي اسلوب؟ ممتاز، وين وجه العموم؟ الانسان كيف عام هو استاذ مؤمن يا محمد؟ الإنسان يدخل فيه المسلم وغير المسلم الإنسان، ويدخل فيه الشجر والحجر والقمر والشمس. الإنسان وين وجه العموم؟ بس أنت ممتاز، ممتاز. الألف لام الاستغراقية، هذا هو الألف لام الاستغراقية، فهذه تعم كل إنسان. والعصر إن الإنسان كل إنسان، يعني أنت عشان تعلم الألف لام الاستغراقية هذه ضابطها صحة نزع الألف لام ووضع مكانها كل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في قباء ركعتين، يذهب إلى قباء كل سبت، وقال يذهب إلى قباء السبت يصلي ركعتين ماشيا وراكبا، عشان تعرف العموم هل يصح وتستقيم الجملة. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يذهب ماشيا وراكبا يصلي في قباء ركعتين، صح واستقام. يبقى الألف لام هذه استغراقية، وأحل الله البيعة، انزع الألف لام وضع مكانها كل البيع، كل البيع. استقام ولا ما استقام؟ إذا الألف لام استغراقية هي ضابطها أنك يمكن أن تضع مكانها كل. إن قال والعصر إن الإنسان كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، ثم انتقى منهم واصطفى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي السنة كثير بذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد مع أول دفعة من دمه، اللهم اغفر لنا هو. اللهم اغفر لنا وقد مرئنا ذنوبا وانت ارحم الراحمين، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم، تعلم ما بنا من زلات وسقطات وهنات وما تجرأنا ولكن غلبت علينا شهواتنا وانت ارحم الراحمين. فقال يغفر للشهيد في اول دفعه من دمه، قال الا الدين.
قال أوصاني به أو أنبأني به جبريل فهذه ليس الهيئة فلابد من المسامحة. قال إلا الدليل. يعني شوف يكون هم أهل الجنات ونهر في مقال صدق عند رجل مقتدر، لكن بالدين يحبس، وطبعا ما يدخل النار بالدين لكن يحبس عن الخير الذي له. زيك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يصلي عيسى بقتادة جاء يصلي على الميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلى على صاحبكم؟ قال صلي على صاحبكم. فقام له القتادة وقال يا رسول الله هم عليه وهم عليه. هذه فيها دلالة هو على أن الزعيم زعيم زعيم قل أن الزعيم وأنا به زعيم. طيب إذا أنت يعني قربت له جدا ليستدل وما زال الزعيم يحل محلا ما يحل محلا سيبه لا يحل ولا يربط الزعيم نص الحديث ما هو السؤال الزعيم نقط كمل نقاط هذه المداولة الثنائية بينكما ماذا أقول فيها الآن؟ ماذا أقول فيها؟ قل كيف يعني؟ أي المداولة بينكما ماذا أقول فيها؟ مداولة يعني ما يهمك؟ هي اسمها مداولة؟ هي موتني سمعت ما هو الزعيم هذا سمعت؟ ما هو الزعيم؟ حكم الزعيم ما تعرف ولا يهمك شيء قال وأنا به زعيم قال من جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم يعني مسؤول عنه يعني يبقى كمل الحديث والزعيم أبو بكر الذي يتولى نعم لكن كمل الحديث الكفير هذا المعنى صوالي الزعيم قلت كفير قلت كفير ممتاز الكفيل ماذا عليه؟ عليه يعني عليه التجارة عليه دفع الدية يعني دفع الدية اقتله ويدفع الدية تولى أمر يعني نعم الكفيل غارم الزعيم غارم هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم عرفت يا أنس؟ طب أين كان السؤال الأصلي؟ والله ما في السؤال الأصلي أين كان السؤال الأصلي يا فتح؟ ممتاز من أبو قتادة أنا أسهل عليه أبو قتادة على إيش الدين ممتاز فقال أنا زعيم أنا كفيل فقال سلم إذا نصلي فصلى عليه بعد يومين جاءه قال رسول الله دفعت دينه قال الآن بردت جلدته الآن بردت جلدته فالدين ليس بالهين الدين ليس بالهين فإياكم ثم إياكم لكن أقول من استدان ليؤدي أدى الله عنه شخص يعني استدان و نسي الدين ماذا عليه؟ إن استدان ويريد الدين الله تعالى سيذكر غيره ويسد عنه. الدين لا ينسى. ما خلاص إذا ما عبد الفتاح ينسى، عبد الفتاح يأكل وينام بعدها، عبد الفتاح يأكل مع آخر لقمة في الطعام يعني ينتهي الأمر، ينتهي الأمر كل شيء معد لشيء واحد الاسترخاء التام الذي لا وأيضا لا يتأثر بذلك، الأمر باستطالة. بالعرض لا عنده ليس موجودا باستطالة معه مسحة حقيقة لما هو يسأل يقول الدين واحد نسى الدين انتهى الموضوع الدين صاحبه مطوق به مطوق به السؤال قلت لك أن الله إذا كان استدان ابتداء ليؤدي الله سيؤدي عليه كما فعل هذا الصاحب فلا شيء عليه يعني هو في شيء عليه لكن الله يرضي الدائن هل روحه هو روحه لا تعذب لو كان من أهل الجنة هو محبوس عن هذا النعيم محبوس عنه يرى النعيم ولا يتمتع به حتى يسد عنه دين مفهوم هذا الكلام يغفر للشهيد مع أول دفع من دمه إلا الدين قال أخبرني به أنفا جبريل أيضا لما قال النبي على مكة وأنها حرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها قال العباس إلا الأزخر نستعمله لقيننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأزهر هذا استثناء الآن يبقى إذا الاستثناء المتصل هو تخصيص وقسم أفراد العام العام على أحد أفراده يعني نقول الآن هذه مسألة أخرى متعلقة بها لما يخصص العام هل الحكم يبقى على الأفراد
الافراد العام ام لا، خلاف، لان بعضهم حتى يختلف هل هو حقيقه على افراده بعد ذلك ام مجازا، والصحيح انه حقيقه على افراده لتفهموا. قال لا يختلخ لها الشجر وسأمة، لا يختلخ لها. قال الا الازغر، قال الا الازغر، يبقى الازغر ممكن يقطع ويؤخذ ليستعمل في النيران، جيد. والباقي باقي الحكم عليه ما يجوز، لو فعله فعليه الدية. مفهوم؟ 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 ما مفهوم؟ يقول ابن سلم لا يختلخ لها، يعني مكة حرام أي أحد يأخذ الشجر يكسره، هذا كلام مفهوم؟ ما يجوز. فقال له العباس هناك شجر نستعمله نحن في النيران ونضج الطعام، فكيف يعني هذا يشق علينا؟ فقال إلا ما تستعملونه. يبقى خصص شيء واحد، صنف واحد، وهو ما يستعمل في نضج الطعام. إذا لو قلنا ما يستعمل في نضج الطعام يجوز كسره، الباقي يجوز؟ لا، يبقى الحكم على الباقي. مفهوم؟ فهم؟ الحمد لله. هذا الاستثناء، هذا الاستثناء. يبقى إذن التخصيص الأول التخصيص بالاستثناء، بالاستثناء، وهو أقوال، أقوال. لذلك بعض العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، الاستثناء هو معيار العموم. الثاني التخصيص بالصفة، نعم بالصفة، نعم كقول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات قال من فتياتكم المؤمنات، يعني يمكن ان ينكح الأمة، الأمة لا يجوز نكاحها الا بشرطين، الأمة لا يجوز نكاحها الا بشرطين. تعرفون الأمة، فرق بين الأمة والحرة، نعم. نكاح الأمة، الحر لا ينكح الأمة خوفا من الولد يكون رق، لا تنكح الأمة الا بشرطين. الشرط الاول عدم استطاعة الحرة، ما عنده ما ينفق على الحرة يتزوجه. والثاني وطبعا ما فيش شروط ثلاثة، قل خشية العنت أول شيء، لمن خشى العنت منكم، خشية العنت يخشى أن يقع في الحرام فيتزوج الأمة بشرطين أيضا بعد هذا الشرط، هو عدم وجود الاستطاعة للحرة. الثاني أن تكون الأمة مؤمنة بقول الله تعالى من فتياتكم المؤمنات، هذا وصف مخصص. قال من فتياتكم، من فتياتكم هذا عموم ولا خصوص؟ صماري من فتياتكم، فتياتكم هذه الإماء يعني عموم، من وين هذا العموم؟ فتياتكم جمع، ايوه وين هذا الجمع؟ ممتاز، الفتيات يعني الفتيات، الجمع، الجمع هنا ما يدل على العموم وحده، احنا قلنا الجمع وحده وانفراده لا يدل على العموم، والانفراد وحده والمفرد وحده لا يدل على العموم، لابد من شيء اخر. فتياتكم مؤمنات، نعم فتياتكم مؤمنات، يعني فهلوة، قل لي هكذا، هي دفعا بالصدر، هو جمع جمع، قل لي كيف نزل منزله العموم؟ حقا كما قلت انت من فتياتكم هذا عموم، وعموم معناه كل الاماء. ما معنى كل الاماء؟ يعني النائمه؟ لا ليست النائمه، لا تدخل في الاماء، الاماء لا ينمنا، لا ينمنا، صح، ينمون ينمون. طيب طيب، اذا كل الاماء، كل الاماء ايش اصناف الاماء؟ الطويله والقصيره؟ امال ايش اصناف الاماء؟ اريد استيقظ، انا استيقظ الان، لبنانيه، فاهم ازاي؟ يعني ناعمه جدا وهي طالعه. اتفضل ماشي. من فتياتكم هذا عام؟ نعم. والمعنى كل فتياتكم؟ لا، الاماء مؤمنات. ما هي قال الإنسان لا يقول احدكم امتي فين، وليقل فتاي وفتاتي. يعني الفتاة تنزل منزلة الأمة. لا ليس كلهم. ليس كلهم. أنا أعمل فيه. أنا الآن لا أخطئك، هذا صحيح. لما يقولون عبدي طيب وأمتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا.
شما تشبه بالربوبيه. قال لا يقول احدكم عبدي وامتي ولا يقول فتايا وفتاتي. يبقى هنا الفتاه هي منزله ايه؟ الامة. من فتاتكم يعني امائكم. امائكم هذه عام. كيف كيف عام؟ هذا هو. طيب عام ما معنى عام؟ كل فتياتكم. هو عام يعني صيغه السؤال كده يعني. لفيت الدنيا. طب احلى احلى انت احل وانا اسال. ما في حد عاوز. انت احل. انا قلت لك احل ولا سأعيد السؤال عليك. طب انت ليش وقفت كل هذا الوقوف الطويل؟ اللي نضحك عبد الفتاح. هو الرجل بيبعد عنك كثيرا ولا يستطيع. من فتياتكم هذا عام. كيف عموما احمد؟ خاصه بالمؤمنه. لا لا دعك دعك الان ما اتكلم عن تخصيص. انا قلت لك من فتياتكم عام. من فتياتكم. من هنا الجنس ليست الطبيعه. من للجنس. فتياتكم لا لا للجنس للجنس. ها الف لام استغراقيه ما لنا ولها. من فتياتكم. فتياتكم عموم. و يا صاحب اسمعني انا نيجيريا متكلم ومبتسم. من فتياتكم فقط. قف عندها. هذا عموم. نعم عموم يعني تساوي كل فتاه. انا سادور عليكم جميعا. وين وجه العموم اسمه؟ كل فتاه عندهم ها فيه جمع مضاف. ممتاز. لا فوق فوق. تنفست الصعداء انا الان. ها؟ كنت اكثر من اعرف. طيب انا بغفل عشان اشوف الاخوه. انا غفلت عنها لماذا؟ عشان الاخوه انظر فيهم اللي درسناه مش يطبق. فتياتكم جمع مضاف. واحنا قلنا الجمع المضاف يعم. والمفرد المضاف يعم. الضابط التعريف يعم. والتعريف ممكن بالالف واللام الاستغراقيه او بالاضافه. يبقى واجعوا من فتياتكم. هذا عام. كل فتياتكم. طب كل فتياتكم يدخل في ذلك التي اسلمت والتي لم تسلم. الأمة لان الاماء السبي صح؟ منهن من اسلمت ومنهن من لم تسلم صحيح؟ طيب اذا يقول من فتياتكم عام ثم خصص. هنا جاء التخصيص. ها وين التخصيص؟ التخصيص يا صاحب النجيري. المؤمنات. المؤمنات ممتاز. الوصف. يبقى اسمه تخصيص بالوصف. قال من فتياتكم. لو سكت على ذلك لعلمنا من فتياتكم كل فتياتكم سواء الكتابيه او غير الكتابيه، مسلمه او غير مسلمه. لكن هنا اراد ان يخصص من فتياتكم. انت تفهم من فتياتكم العموم كل فتياتكم. فقال قف. ليس المراد العموم. خصص المؤمنات. وهذا الوصف المقيد. ها قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قبلها قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا. فمن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا. يبقى رقبه هنا فتحرير رقبه. هذه نكره في سياق امس. فتحرير رقبة المؤمن هو عام. هو عام لكن ايش؟ ها كيف العموم؟ من الذي قال بذلك؟ انت؟ غفر الله لك. نعم هذه نكرة في سياق الشرط. فكأنه يقول اشترط ان تحرر رقبة مؤمنة. فرقبة نكرة في سياق الشرط افادت العموم. فخصص الرقبة العامة خصصها بوصف وهو إيمان. رقبة مؤمنة. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى. طبعا ذكر أو أنثى هذا خاص. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا من الخصوص. عام في إيش؟ عام في جنس. أي جنس. ممتاز. الذكور والأنوثة. أي امرأة أي رجل عمل صالحا له الأجر. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. فلو وقفت عندها لقلت بالعموم. لكن وجدنا أن الله جل وعلا أراد التخصيص. والتخصيص كان بقوله وهو مؤمن.
يبقى إذا لن يقبل، لن يدخل الجنة، لن يتمتع، لن يحييه الله حياة طيبة إلا إذا كان مؤمنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قيد بالإيمان، التخصيص تخصيص بالوصف. لذلك لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان أنه كان يفعل الخيرات والحسنات والصالحات ما له عند رب الأرض والسماوات، قال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا يرزق بها رزقا، يرزق الله بها رزقا في الدنيا، لكنه يعذب في الآخرة. وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا هذا الوصف اسمه الوصف المقيد. الوصف المقيد مفهوم الحمد لله. طيب، وأيضا لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا به مثلا، وقيد هنا التخصيص هنا ليس كل أمر أنت تعمل به، لا، الأمر الذي مستطاع بالنسبة لك لا يجب عليك أن تفعله. طب مش مستطاع، لا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بالله عليكم مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. إذا هذا بالنسبة للتخصيص بالصفة. التخصيص وأيضا من ذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم، الغنم هنا الغنم، ما هي الغنم؟ صومالي تتاجر فيها ولا تدخل في هذه التجارة ولا تدخل مباح لك؟ ما الغنم؟ رعاء الشاة ولا الشاة؟ الشاة، الغنم، بهيمة الأنعام، صحيح؟ قال وفي الغنم، الغنم الفلان مستغرقية. نعم، كل الغنم. وإيش بقى أصناف الغنم؟ يا صومالي ولد صومالي شوف أصناف الغنم. الغنم صنفان، غنم سائمة وغنم معلوفة. غنم يكلف عليها صاحبها وغنم لا يكلف عليها. ترعى، غنم ترعى وحدها، يتركها ترعى وهذه السائمة التي لا يتكلف عليها صاحبها، وغنم معلوفة التي يتكلف عليها صاحبها. يقول سلم وفي الغنم عموما الآن، ثم خصص بالوصف. وفي الغنم ها السائمة، وصف مخصص. يعني إيه السائمة؟ يعني التي ترعى بلا كلفة. قلتها أكثر من مرة، تعرفين يعني كيف؟ تمشي وحدها في المزارع تأكل. تعرفين المزارع؟ صاحبها لا يشتري لها الشعير. تعرفين الشعير؟ كان بعض الشعراء يقول إيش كان يقول؟ لو كان شعري شعيراً لاستعذبته الحمير، ولكن شعري شعور، فهل للحمير شعور؟ هذا شعر الجاهلي، ليس شعر أدبي. فأنا أقول الشعير يشتريه الرجل لإيش؟ الأكل. هذا تطبيق بيت الشعر الآن للغنم، لبهيمة الأنعام. فهنا يكون بيتك في شعير الناس. إيش شعير الناس؟ البخور. أيوة أعرف. نعم صحيح والله، قال تعامون اليوم شعير. نعم صحيح. هو عامة الشعير يتكلف، يشتري الرجل لغنمه طعاما فيتكلف له، هذه تسمى معلوفة. ما 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 كانت بكلفة هي معلوفة. ما تركها في المزارع تأكل هذه سائمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي السائمة زكاة. هذا وصف مخصص هو الآن. يبقى الغنم المعلوفة ليس فيها، وهذا التقعيد العام والتأصيل العام في مقصد الزكاة هو أن المال يتحمل الإنفاق. نعم، لأن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم. يعني المسألة كلها الزكاة بالذات لها نظران، نظر للغني ونظر للفقير. لو لم يعطى الفقير لحقد على الغني، ولو أخذ المال بكثرة من الغني لقتل الفقير. حقي حقي. فجاءت المسألة بالمواساة. الغني لما يجد أنه غير متكلف وماله بينمو يقول ينمو المال، أحمد الله من شكر النعمة أن أعطي منها جزء. والفقير لما يعطى الجزء وينظر الغني يقول الغني ليس بخيلا عليه، بارك الله لك في مالك.
شوف المواساة في التشريع واحنا فيها السمحة، فجعل المال الذي يتحمل الزكاة فيه الزكاة، وهو المال النامي وهي السائم، لم يتكلف صاحبها في النفقة، فقال في الغنم السائمة التي لا كلفة فيها فيها الزكاة، هنا يرتضي صاحبه. والشاهد وصف مخصص في الغنم السائمة، السوم وصف مخصص. من ذلك أيضا التخصيص بالشرط، قال الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن. ولكم نصف لمين؟ الزوج. أسباب الإرث ثلاثة، صاحب القرآن. نعم عبد الفتاح. أسباب الإرث ثلاثة، وأنت الحمد لله كنت شهر كامل رايح جاي بالنهار لدرس دراسة المواريث، يومين فقط، يومين في الأسبوع، لا بس أجب. النسب والحسب والجمال والدين. القتل. القتل ممتاز. القتل. أنت قلت إجابة صحيحة واحدة، النسب. خلاص نكتفي بها منك. أحل وأرح نفسك. الصومالي. أوه المسألة صارت متبادلة الآن. النسب صح. النسب ما معنى النسب؟ قرابة. ممتاز. ليس الزواج؟ قرابة. صلة قرابة الزواج يعني زوج أو زوجة أي شيء. زوجة زوج أما صحيح؟ قرابة. صلة قرابة يعني قارب المتوفي أو توفى. أسباب الإرث لا تعرفونها؟ ثلاثة. النسب. القرابة. النسب والقرابة عشان تفهموا. إحنا عندنا في مصر يقولون نسيبي. زوج أختي نسيبي. وهذا خطأ بين. النسب والدماء. هذه القرابة. النسب والزواج. النسب. النسب والثالثة. الولاء. 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 القرابة. الولاء لمن أعطى. معناه انه وارث ولا لم يكن احد الا ما يكون وارث. نعم. لا شوف، مش عائشه اعتقد بريره. نعم. بريره لم يكن لها وارث وتركت مالا هي ترثها. ايوه نعم. طيب يبقى اذا قال ولكم للازواج، ولكم نصف ما ترك ازواجكم. النصف لكن بشرط. نعم. ان لم يكن له ولد. يبقى لو كان ولد لاختلف الحكم. نعم. هذا تخصيص بالشرط. نعم. وايضا من ذلك قول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يبقى الكتابه والمساعده في الكتابه بشرط ان علمت فيهم خيرا، وهذا التخصيص. يبقى اذا التخصيص عندنا بالصفه، التخصيص بالشرط، التخصيص بايش؟ والاستثناء. الرابع التخصيص بالغايه، وهذا دليل على القاعده اللي اخذناها في العقيده وهي ملازمه الظاهر. ملازمه. نعم. الظاهر بالباطن فيها ما فيها، وعامة إعمال النظر في الأدلة يعطي ثراء لطالب العلم. الرابع الغاية، تخصيص بالغاية. فقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. يبقى ممكن أن تعرض المرأة التي توفي عنها زوجها، المرأة التي عدتها قد انقضت، يقول لها: أني أنا فيك راغب، أنت امرأة لا تترك، أنت امرأة دهينة، يعرض لها. لكن إذا أراد أن يعزم عقدة النكاح، هذا بعد بلوغ الكتاب أجله. ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني تنتهي وتنقضي العدة. قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع، أو من استطاع إليه سبيلا. إذا هذا أيضا في غاية هنا، من استطاع إليه سبيلا. أيضا قول الله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أتمنوا ثم أتموا الصيام إلى الليل. أو غاية الآن إتمام الصيام إلى الليل، هذا أيضا تخصيص بالغاية. فهذا التخصيص المتصل. قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا ايضا تخصيص. يبقى لا يجوز القرب منها حتى تطهر، يعني قطع الدم، فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا.
الغايه الشرط لابد من توفر الشرط حتى يكون مشروط. الغايه يصل الى المدى الذي قد اصله في الغايه. يشبهه لكن الفرق بينهما موجود، انها غايه تصل الى نهايتها. مفهوم؟ هذا هو المخصص المتصل. المخصص المنفصل هو مهم جدا. المخصص المنفصل ان ده دليل غير الدليل، هو ما استقل بنفسه في هذا المعنى، دليل استقل بنفسه، وهذا اما ان يكون اثر او نظر، اما ان يكون بالاثر تخصص بالاثر او بالنظر. نعم قلنا هو الذي له يعني يفيد المعنى باستقلالية لا يكون تابعا. لماذا قوي المتصل على المنفصل؟ هو يعني للسياق، للسياق، لأن المنفصل يمكن أن يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وأيضا لابد له من إيش؟ من الكلام على السياق، وأيضا لابد من الكلام على مسألة التخصيص هو نسخ أم لا، يعني ده يعتريه ما يعتريه من الخلافات، لكن الإجماع على أن المتصل مخصص متصل، وهو كما قلنا أثر أو نظر. طبعا أثر هيكون كتاب أو سنة أو إجماع. ومن قال بأن القياس لا يكون قياسا إلا بدليل، يعني هو من الأدلة الأثرية، سيدخل في الأثر، أو أنه عقلي فسيدخل في النظر. إذن المخصص عندنا الأثر والنظر. من الأثر كثير، من الكتاب والسنة، الكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة، على غرار عكس الشافعي لما يقول في مسألة النسخ لا التخصيص. طيب قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عامه الآن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب هذا عامه الآن صحيح؟ وهو خاص في من؟ في من؟ في الحوامل. وأولاة الأحمال أجلهن أي يضع حملهن. قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات كل مطلق، لأن ألف واللام هنا تخصيص صحيح ولا لا؟ استغراقية. ألف واللام استغراقية يعني كل مطلق. والمطلقات كل المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا عدة المطلقة كم؟ ثلاث حيضات، ثلاث خروج صحيح؟ طيب قال الله تعالى في علاه وأولاة الأحمال، المطلقة من أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، هذا تخصيص ولا مش تخصيص؟ يبقى إذا نقول عموم قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مخصوص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل. يبقى كل مطلقة عدتها كم يا صومالي؟ ثلاثة قروء إلا بسرعة، إلا الحامل عدتها أن تضع، أن تضع، أن تضع. وأولاة الأحمال أجلهن أي مفهوم؟ مفهوم الحمد لله. هذا من الأثر هو الآن أيضا. نعم يعني خصصت الحامل، خصصت الحامل، الحامل خصصت. طيب أيضا في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير ذلك، حرمت عليكم الميتة، الميتة ألف ولام استغراقية، كل ميتة حرام، سواء الدجاج أو الغزال أو الأرانب صحيح صحيح؟ أو المواشي صحيح؟ صحيح؟ حرمت عليكم الميتة أو السمك أو التمساح. سمك لا، سمك لا؟ والله السمك أيضا داخل، والله داخل. يا ما قال حرمت عليكم الميتة ألف ولام استغراقية، كل ميتة حرام. ها جاء النص الآخر يخصص، حرمت عليكم الميتة كل ميتة منها السمك، لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال هو 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 الطهور ماؤه الحل. إذا هذا تخصيص، وتخصيص بمفصل هو ده. وفي حديث ابن عمر الموقوف والمعنى مرفوع أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. يبقى ميتة الجراد أيضا مخصصة للعموم هذا. نعم
كيف يكون منفصلا عن الميتة؟ حرمت عليكم الميتة. كل ميتة حرام. نزل تحتها السمك. ونزل تحتها الجراد. كل ميتة. قال وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان. وقال في الميتتان قال السمك والجراد. تعرفون الجراد؟ هو الديناصور المنخصر. صحيح. ما الجراد هذا؟ ما خلاص غنم ما غنم. ما الجراد؟ من الحشرات. الحشرات تأكلونه؟ لا السعوديين لا يأكلونه. السعوديين يلتهمونه. يعني أنت ممكن تخر مغشين عليك مما تراه ويأخذه نصفين ويأكل. جزا الله خير. هذا هو يستسيغونه جدا. هو حلال. لا كمان أفضل شيء إنك تشرب شوربة جراد. هذا شوربة جراد. لكن الجراد يؤكل صحيح ويؤكل ميتا. ميتا يؤكل. لذلك قال أحلت لنا دمان وميتتان. وهذا تخصيص منفصل. هذا تخصيص منفصل. قال الله جل وعلا يا صومالية تريدين جراد؟ تريدين جراد؟ لما تضحكين لما؟ حقا هناك من يأكل الجراد. ها؟ نعم هذا حلال حلو النبيل. لكن أن تعافه أنت لا تنكره على غيرك. كما كان الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله قبض يده. قال خالد حرام؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني عاف. فالتهمه التهماه ما أكل التهمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب. ليش يتعجب يا صومالي؟ ليش يتعجب؟ أنا أقول لك لأن خالد كان من أواسط أفريقيا والنبي كان من جنوب مكة. وين خالد كان؟ من بني قوم النبي ولا لا؟ فيتحجب. ما أنت ليس كان ما كان بأرضنا كيف تأكله؟ فهمتم؟ لكن إن أن تعافوا هذا أمر، لكن أن يكون حليل أو حرام الدليل على ذلك. يبقى إذن أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، هذه مخصصة لعموم حرمت عليكم الميتة. كان الدكتور دليل على أن العرف ليس مش شرط يكون، لكن شاب يقول العرب ما استحسنته العرب واستطابته فهو الحلال، وما استخبثته العرب هو الحرام. شوربة الجراد. شوربة الجراد. وهذه شوربة ممتعة عندهم. أقول لك يكسر يكسر ويأكل أمامك. أنا كان زماني في القبر يابا. أنا هنا في الطعام الذي أكله الآن الطعام الهندي أنا لا أستغرب كيف أكله. يعني أنا خذت فاضل فيل عشان أكون مهراجا. هذا هو هذا الباقي. لكن سبحان الله يتدرب المرء ويتمرس عندما يرد صاحب الشوكة الكبيرة القطاع بيده يتمرس. الغرض المقصود بأن هذا تخصيص بالمنفصل. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا مخصوصان عمومان مخصوصان. كيف؟ صومالي؟ لا أنت نيجيري المبتسم. لا لا أنا أتكلم كل ذلك عن المنفصل. من أخواتي يشاركنا. قال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا عامه الآن. البيع عام. كيف يكون عام النساء؟ نعم. البيع عام كيف؟ ها كل البيع يعني كيف عرفتنا؟ الألف واللام الاستغراقية. والألف واللام الاستغراقية تعرف بنزعها ووضع كل. ممتاز. يبقى كل بيع حلال مخصص. قال وأحل الله البيع وحرم الربا. كل الربا محرم صح؟ مخصص أيضا. هذا تعجبت أنت. مخصص أيضا. كيف؟ صومالي وأحل الله البيع. طيب هذا عام مخصوص. وين التخصيص؟ في البيع. ما في البيع. نهى عن بيع الركبان. ممتاز. بيع الركبان. إيه الركبان هذا؟ ايش بيع الركبان؟ الحديث لا الحديث تلقي الركبان. تلقي الركبان. نهى عن بيع حاضر لبات. ونهى عن بيع الملامسه والمنامله. وبيع الحصاد. وبيع ما لم تملك. وبيع ما ليس عندك. وربح ما لم تضمن. كل هذه مخصصات. وهي مخصصات منفصل. يبقى اذا ليس كل بيع حلال. صحيح. جاء البيان من الإسلام في التخصيص. حتى الربا. واحل الله البيع وحرم الربا. حرم الربا ايضا مخصص. هل في ربا حلال؟ لا لا في. اسمه ربا. هو معناه ربا. معناه ربا واحله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ده خرجت من الأصناف الستة؟ لا أنا بتكلم على الأصناف الربوية. بيع العراية. ممتاز. نعم هذا صحيح. بيع العراية. قال رخص في بيع العراية في خمسة أواسق. العراية هو بيع الرطب بالتمر. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الرطب بالتمر. التمر بالتمر زيادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال لا. أقطع ذراعي لو حد متصور البيع هذا. ما فهمت؟ ممتاز أنس. فهمت؟ معنى العراية قلت لك بيع الرطب بالتمر. نعم. شوف شوف عشان تنتهي. أنت عارف عن إيش رطب؟ نعم. إيش الرطب؟ هو الذي ليس يابس. التمر يابس أنا أقول ليس يابس. الرطب طب الرطب الرطب أين تكون؟ أين تكون؟ ممتاز. هي على الشجر. ثمرة على الشجر هذه الرطب. ممتاز. وأما التمر هو الذي يبس. التمر الذي يبس يبس عندك شهر الجفاف جفة. فنهى عن بيع الرطب بالتمر. لما؟ لأنه لابد يكون فيه مفارقة. لو خمسة أواسق خمسة أواسق وجلس يوم يقل. وشرط الأصناف تبادل الأصناف الربوية إن كانت من جنس واحد تمر بتمر لابد من شرطين. أنا قلت هذين الشرطين هما سواء بسواء سواء بسواء وقبض التقابض في المجلس. مفهوم؟ طب هو نهى عن بيع العراية نهى عن بيع المزابنة بيع رطب بالتمر ورخص في العراية. أنت بيع رطب بالتمر خمسة أواسق. يبقى إذن قول الله تعالى وحرم الربا مخصوص أيضا. يبقى حل الله البيع وحرم الربا مخصوص أيضا. من ذلك أيضا دكتور. نعم. قبل أن نخرج من العراية بالضبط هي عراجين في النخل. هي إيش؟ كيف نجمع بين ينقص وزنها هنا ولا ينقص ناقص العراجين؟ خلاص ماشي نفوتها. رخص في العراية التفكه هو صح صح, صح. يشتريها تفكها. نعم. كيف نجمع بين ينقص وزنها وجائزة هي في نفس الوقت؟ ليست جائزة على الإطلاق. خصصها بخمسة أواسق. رخص في العراية خمسة أواسق. زيد يستبدل يشتريها يستبدل. زيد يستبدل تمرا. عنده تمر زيد. زيد عنده تمر. لا عنده نعم عنده تمر. تمام. زيد ويريد يتفكه بالرطب لأن الرطب كانت كالفاكهة. وما عنده مال. فأباح له أن يتبادل خمسة أواسق خمسة أواسق مع أن لو 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 نقصت لو يابست نقصت. يتبادل في خمسة أواسق فقط تفكها فقط. خمسة أواسق رطب بخمسة أواسق تمر. تمر ولا أكثر. ولا أكثر. أكثر دخل في الربا. متصور تصور؟ طيب. قال الله جل وعلا وأحل لكم الطيبة. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات. يبقى كل الطيبات إيش؟ هذا هذا مخصوص. هل في طلبات محرمة؟ نعم. مثل عبد الفتاح. ما هي؟ ها؟ الأكل تعمل إجابة مال الحرام. جيد. يعني لكن طب لو جاء زيد اشترى بمال حرام طعام وجاء عمرو جائع يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. استبدل زيد وعمر خالد سبعة أوسق. صحيح. الطيبات هو الآن وحرمت. حرمت. صحيح ولا لا؟ لأنها ربا. لكن غيره يأكله. الصيد. الصيد. إذا اصطاد لا يجوز أن يأكل. لما اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا فجاء أصحابه قالوا لا والله لنا حتى نسأل رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيكم من ساعده على صيده؟ قالوا لا. حالة كونه محرمين. أفيكم من أشار إليه؟ قال لا. قال إذا فكل. وأهداه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الزراع وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء الصاحب الجليل اصطاد لأجل النبي اصطاد صيدا حمارا وحشيا لأجل النبي قال لا حرام. لذلك قال له إنا لم نرد عليك إلا أنه حرم.
فهذا هو من الطيبات ومحرم. حرمت عليكم؟ قال الله تعالى حرم عليكم حرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما. فإن كان على الإحرام لا يجوز له. لو اصطاد غزالا، الغزال طيب ولا 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 خبيث؟ طيب. لو اصطاده حالة كونه محرما لا يجوز أكله، ليس طيبا له. صحيح. أيضا نهى عن كل ذي ناب من السباع، مخصصة لحل إن الأصل في اللي في الطعام الحل. حاضر، تفضل. حديث أي حديث لو نهى عن أكل الرطب بالتمر؟ لا لا لا، الحمر 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 الوحشية. لا لا، أسأل أبو قتادة اصطاد بالنبل حمار وحشية. تعرف حمار المخطط هذا؟ هذا اسمه إيش؟ اسمه إيش بالإنجليزية؟ نعم، هذا الحمار، هذا حلال أكله، يحل أكله. فاصطاده، فإن كان محرما لا يجوز، وإن كان حلالا يجوز. مع أنه من الطيبات، لكن لا يؤكل لو كان محرم. يبقى إذا مخصوصة ولا غير مخصوصة؟ مخصوصة. أيضا من التخصيص، التخصيص بالإجماع، والتخصيص بالإجماع لماذا؟ أن الإجماع، الإجماع كأنه مستند لنص وإلا نعلم. التخصيص، تخصيص العام بالإجماع يجوز. التخصيص أيضا بالإجماع، لأن الإجماع من الأثر. لأن قلت قال ابن تيمية أنه لا يمكن إجماع إلا وله مستند، علمه من علمه وجاهله من جاهله. طيب، فالتخصيص العام بالإجماع أيضا كما تفضل، التخصيص العام بالإجماع. نعم. ممكن أحد يضرب لنا مثلا بهذا؟ احنا نقف عند هذا عشان لا نطيل. تخصيص بالإجماع، تخصيص بالإجماع. دكتور كما قلتم الإجماع، أتوني بمسألة فيها إجماع خصصت عموما. أنا سأتيكم بمسألة وأنتم تأتوني بمسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، خصص بالإجماع إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحه. صحيح؟ نعم. إذن أتوني بقى بمسألة. أنا أعطيتكم المسألة، أتوني مسألة. ما في؟ هو المشهور انتهى الموضوع يعني. عامة هذا تخصيص بالإجماع، لو جاءت الإجماع يخصص. مفهوم؟ قد نقول بالإجماع والنص. قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، كل النساء حلال إلا ما حرمت عليكم أمهاتكم. صحيح؟ ها، ممكن نقول بنت العم في الرضاعة، بنت العم في الرضاعة تحرم، وهذا بالإيه؟ بالإجماع. ممتاز. صحيح؟ هموت كمدا لما تمشي معايا أنت. بنت عمي يجوز تزوجها ولا ما يجوز؟ في الرضاعة لا. وفي النسب يجوز. ما الذي فرق النسب من الرضاعة أيها الليبي المتسرع؟ مع أن الحمد لله بتدي لما تجلس وتتأمل الضرر بها تخرج منك. بنت عمي في النسب أتزوجها أم لا؟ أتزوجها. طب وفي الرضاعة؟ لا يجوز. عشان إفريقي ومسلم، طلع الإفريقي الثاني كيف لا يجوز يا نيجيريا مبتسم؟ كله سواء. نعم، يعني من أهل للرضاعة ما أعرف الناس في هذا الدين. ممتاز. طب ليش فرقت أنت؟ ولا شيء، لا مصلي ولا صلاة إلا بعد الجواز ثم. لا، أنت تتبع، لأنك تتبع أحبابك من الأفارقة. الخيمة والله التي فعلت ذلك فيكم. صدقوني هي هذه. تأثرتم بها كثيرا. لا يجوز. كانت مفروضة عليك. ها. قل. لا مصلي ولا صلاة إلا بعد. قال السلام يحرم من الرضاعة ما يحرم. من النسب. يبقى ما حل يحل. بهذا ليس إجماع. لا، أنا أخطئكم فتخطئون. لكن ممكن أقول أخت من الرضاع وأحل لكم ما وراء ذلكم، قلنا يحرم الأخت من الرضاع. هيكون فيها نص، نقول نص وإجماع. زوجة العم أرضعت بنت، هذه البنت لا تحرم على ابنها. المهم شوف من اللي أنت تريد تحرم عليه. أنت خلاص يا هكذا. زوجة العم، زوجة عمك. نعم. أرضعت بنتا. نعم. هل لك أن تتزوجها؟ نعم تتزوجها. خلاص
هي ابنة عمك، هي ابنة عمك. خلاص هو يريد يسرها عليك، هي ابنة عمك في الرضاعة تتزوج، ليس فيها تمج. مفهوم؟ بهذا نكون قد انتهينا من التخصيص بالمنفصل بالأثر. أنت اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.